يجلس أسعد الأسعد هنا بجانب عائلته، هاجر معها هرباً من الفقر، فعاد إلى الفقر وحيداً. عاد مشتتاً، يرفض أن يبني حياته من جديد. لا بقى عندي بيت، لا بقى عندي شيء، لا بقى عاش بدي استند بهالبلد بقى. هلا إذا بدي أقوم هلا بدي كون حلمي من جديد، رجعت على الحديدة. لا معي اتجوز، لا معي بقى، منين بدي أدبر بيت، منين بدي أدبر. يعني الضربة ردتني 100 سنة لورا، أقول يا رب الله سبحانه وتعالى يأخذ هالأمينة مني لحتى أرجع أندفن قبر اللي عملته لأبني وما طلع من نصيبه، وبرجي بيطلع من نصيبي لألي أنا. أسعد كما معظم الناجين من العبارة الإندونيسية في حالة من اليأس وفي صدمة نفسية من الصعب جدا تخطيها من دون مساعدة طبية. يعني لا أكل وأكل، بالغصب جمع بضيعة كليتها لحتى تحط له لقمة بيتمه، لا شرب وشرب الغصب لحتى فينا نحميمه، كل أسبوع لحتى يتحمم مرة ما بتحمم، كل النهار دخون، بيشرب 4 علب دخون وخمسة بالنهار. حال أسعد كما حال أفراح الحسن التي لا تنام ولا تغادر منزلها، تمضي أيامها تحاول أن تملأ الوقت بمساعدة أمها أو أختها، لكن شبح العبارة لا يتركها. كل ما غمض عيوني بتذكر المشهد الديمي، بتذكر الأطفال اللي كانوا عيبكوا، بتذكر فيتي منالك انت نيمي بحضني ما لقيتها. وحتى لو أنها عادت من الموت، تقول أفراح أن لا أمل لها إلا في الهجرة. أتمنى أن الدولة تأمننا وظائف وتنظر إلنا شوي، بس لحياتي لمن تنادي، كل إنسان يربي نفسه بس. فهل من يسمع أفراح هذه المرة؟